الرصد عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. لما جاتنا المعلومه انطلقنا فيما يخص القلوب جمع المعلومات والاستماع الى الاطفال، الى ان وصلنا اليوم منذ الاسبوع الماضي قدمنا الملف الى النيابه العامه باش تفتح تحقيق ان فيها انتهاك خطير ضد الاطفال، في اعتداء جنسي واعتداء جسدي وسوء المعامله. وبالتالي اليوم اذا هذه المؤسسة ديال الانتصاف، آلية الانتصاف غير قضائية، بهذا الشكل كانت فيها. وكتعطي كذلك أنه عندنا الآلاف ديال الشكايات كتجي سنويا، كل واحدة كتاخذ مجرها. إذا اليوم أين نحن؟ طبعا حاجة قلتيها سي كوبريت، حقوق الإنسان ماشي هي اللي كانت كنا مثلا شخصيا اللي اشتغلت عليها في الثمانينات والتسعينات والألفين. أو كذلك سواء المستوى الوطني أو الجهوي أو الدولي. اليوم هناك إشكالات جديدة. إشكالات جديدة لماذا؟ أولا لأن المغرب عملنا واحد توسعنا في مجال الحريات. وبقدر ما كنتوسعوا في الحريات بقدر ما كتجينا إشكالات جديدة كتطفو حول السطح، لأنه حين كتكون عندك الحريات الناس كيبداو يهضروا، الناس كيبداو يحتجوا، الناس إذا عندنا هذه الامكانيات. اذا اليوم هل مثلا الاشكاليات الجديده ما هي؟ اشكاليات ديال الحريات الشخصيه ولا الحياه الخاصه، فيها اشكاليات دقيقه جدا، يعني ما عرفتش انا واش يمكن لنا المتابعه، لكن متابعه ديالنا عن طريق ما يكتب، عن طريق ما ينشر، عن طريق كذلك العنف الذي يمارس عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي بالاساس ضد النساء وضد الفتيات وضد الاطفال، يعني لا يمكن. اذا هذه اشكال جديد بدا يدخل حول السطح. هذا علاش؟ لانه عندك واحد الحريات وبديت الناس يمشوا اما كيعملوا لي فيديو ديالهم ولا كيعملوا الى غير ذلك. ثانيا عندنا ما يطلق عليها بالحريات الفرديه، هي حريات ان يعني الشعوب العربيه كتلقوا عليها الحريات الفرديه، وهي ما كاينش حريات فرديه غير الجماعيه، هي حريات وصلت عليها. اذا هذه الحريات اليوم كذلك عندنا اشكال، كيف سنتدبروا؟ واش غادي ندبروا بالحبس؟ لا اظن، لانه غادي يكون عندنا بزاف، خاصه الرجال غادي يكونوا بزاف الحبس. إذا بالأحسن أستاذ أمين، هنا كاين غمز ولمس الحريات الفردية، نقولها بفصيح العبارة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.